بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نبدأ أو نكمل ما كنا قد بدأناه بدرس الأمس، وهناك تتمة يحسن إتمامها تتعلق بدرس الأمس، وهي الكلام عن مراتب القدر. تقرر بالأمس أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الدين وأحد أركان الإيمان الستة، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو سر عظيم الخوض فيه بغير بينة ولا برهان، خطره عظيم وصاحبه معرض للهلاك. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل أن رجلا من فقهاء المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد أو علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد من الله إلا بعدا، والقدر منه وفي هذا بيان لمعنى ما تقدم بالأمس أنه سر الله. وعليه فإن الكلام عن مراتب القدر ومعرفتها أمر مهم جدا، وله تعلق كما قلنا بتحقيق هذا الركن خاصة، وأن لتحقيق هذا الركن أثر عظيم على إيمان العبد وتحقيقه للعبودية لله جل وعلا. فمراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، هو على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، ومعنى ذلك أن يؤمن العبد بأن علم الله جل وعلا سابق للمخلوقات، وأنه جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما، وعلم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل، وأنه جل وعز يعلم السر وأخفى. قال الله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو جل في علاه يعلم ما يكون وما ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وعند التأمل فيما ذكرنا آنفا من أنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يظهر لك جليا أن في تحقيق هذه المرتبة يزيد بها العبد إيمانا بالله جل وعلا وإسلاما وتسليما. فما معنى يعلم السر وأخفى؟ أي أخفى من السر. بيّن معنى هذه العبارة في كلام عظيم الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: السر هو ما حدث المرء به نفسه ولم تنطق به شفتاه، هذا هو السر.
المراد هنا. قال: السر ما حدث المرء به نفسه ولم تنطق به شفتاه، وأخفى من السر ما لم يحدث العبد به نفسه فيما لو حدث نفسه بماذا سيحدثها، فهذا هو أخفى من السر. فالله يعلم السر وأخفى بما ستحدث نفسك فيما يستقبل من الأيام أو الليالي أو الساعات. فالله جل في علاه عليم وقد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، والمعنى أن يؤمن العبد بأن الله جل في علاه قد كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه شيء جل وعلا. قال الله جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعز: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمرتبة الثالثة الخلق، والمعنى أن يؤمن العبد بأن الله خالق لجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ما يرى وما لا يرى منها، وأن ذلك كله بقدرة الله جل وعز التامة. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والمرتبة الرابعة أيها الأحبة المشيئة، والمعنى أن يؤمن العبد بأن مشيئة الله جل وعز العامة نافذة، مشيئة الله نافذة وقدره واقع لا محالة، ولا يقع شيء في ملك الله جل وعز ما لا يريده، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، أو قل إن شئت لا يقع في ملكه ما لا يريد. فما شاء الله جل وعز كان، وما لم يشأ لم يكن. وأعمال العباد وما يأتونه من طاعات أو معاصي كلها الله خالقها، وكلها تقع بمشيئة الله جل وعلا العامة. هذا ما يتعلق بالتذكير بمراتب القدر الأربع، وقبل أن نتجاوز سألني عن كلام الأمس في كلام الإمام ابن القيم الذي نقلناه من الوابل في مسألة الابتلاء والامتحان، قال السائل: ما معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله: الشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره؟ ذكرنا وأزيد أن العباد يتفاوتون في تحقق الإيمان في قلوبهم، وهم متفاوتون في الصبر، ومتفاوتون في اليقين. وإذا ما وقع بأحدهم أمر من أنواع الابتلاء أو الامتحان أو المحن، من فقر أو مرض أو فقد عزيز أو نحوه، يتفاوت الناس في تقبل هذا الأمر والصبر عليه وتحقيق العبودية لله جل وعز عند نزول هذه المصيبة أو وقوع هذا الابتلاء.
وتفاوتهم مبني على تفاوت تحقق الإيمان في قلوبهم وتمامه وكماله، فهم من هذا الوجه متفاوتون. والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، أو الشأن والامتحان في المكاره. ونزيد إيضاحا من كلامه رحمه الله في كتابه أيضا الفوائد، حيث يقول رحمه الله تعالى: قال: فصل. حق العبودية لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك أي العبد من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عز وجل عليه عبودية في هذه المراتب كلها أمرا أو قضاء. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر ما هي؟ قال: عبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة وعبودية لله. قال: وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها عبوديته، في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها، وهو أعلى منه أي أعلى من رتبة الصبر، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. عندنا صبر ورضا وشكر، ولا شك الناس يتفاوتون في هذا. قال: وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة، وإن كره العبد المصيبة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة، المبادرة إلى التوبة منها والتنصل منها والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرها سواه، وأنه إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن. يقول: فهو عائذ برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، فعنده أمثالها وشر منها. يصدق هذا ما قاله ما جاء عن عروة رحمه رضي الله عنه ورحمه، كما في المصنف لابن أبي شيبة قال: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية
فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فهنا يقول: ويعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها والعياذ بالله، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو أن يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته. لأنه أيها الإخوة، كونك تأتي الطاعة فاعلم أن هذا من توفيق الله لك وإعانته لك أن هداك إلى الطاعة، فكثير من الناس محروم عن أن يهتدي إلى هذه الطاعة، فالتوفيق أن يوفقك الله لطاعته، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. قال: فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين ملقي نفسه بين يديه ضريح ببابه مستنجد به أذل شيء. أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه وأنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يده وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه سبحانه وتعالى الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، إلى آخر كلامه رحمه الله المبين لتفاوت مراتب هذه الأمور في قلوب العباد. فكثير من الناس يظن أن حلول المصائب يكفي فيه الصبر فقط. نعم، الصبر أول الدرجات وأعظم الأبواب، لكن يترتب على الصبر أمور لترتفع فتكون في درجة الصادقين أولي العزم، أن يصحب ذلك الرضا، وأعلى من الرضا الشكر لله جل وعز على ما أنعم. ولعل في هذا القدر كفاية وبيان بإذن الله تعالى لما تقدم. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. نعم، هذا المبحث بدأه رحمه الله بقوله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الواو عاطفة، والكلام معطوف على سابقه، على أول الجملة السابقة، وهو قوله: أن يؤمن الرجل بأن الإيمان بالقضاء والقدر إلى آخره. وهنا العطف أن يكون: وأن يؤمن الرجل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى آخره. والكلام أيها الإخوة شرحا لهذا المبحث على وجوه أو من وجوه. الوجه الأول
أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا إجماع الأئمة من سلف الأمة، وهو محكي عنهم، وحكى الإجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وغيره من أهل العلم. وهو كما يقول يعني تقريبا لهذا المعنى شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، يقول أن الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. من هي المعصية؟ وهو كذلك الأمر ما خرج عما قرره الأئمة، وإنما هو من باب التقريب والحفظ. هذا هو الوجه الأول، أن يستقر عندك يقينا لا شك فيه وجزما لا مرية فيها، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسيأتي معنا بيان هذه العبارة في الوجه الثاني. الوجه الثاني: جاء عن بعض السلف أن قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية واتباع سنة. فهل بين هذه فرق بين هذه التعبيرات من كلها من مأثورة عن سلف الأمة؟ فالجواب ألا فرق بينها، وقد أبانها وبين عنها وكشف المراد من هذه العبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل، كما هو نص عبارة الإمام الحميدي عندنا، قال: إن من السلف من قال أن الإيمان قول وعمل، أراد قائل هذا القول أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذن دخل فيه ماذا؟ الاعتقاد. قال: ومن أراد الاعتقاد، يعني التنصيص على لفظ الاعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، رأى أن في هذا التعبير لا يفهم منه إلا القول، إرادة القول الظاهر، يعني لا يفهم منه قول القلب. قال: رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، ولم يجزم بأنه لا يفهم منه إلا ذلك، يحتمل هذا، أو خاف ألا يفهم إلا هذا، فأراد أن يرفع ذلك ويدفعه بأن ينص على كلمة تزيل اللبس الذي قد يرد. وانظر إلى دقتهم رحمهم الله في ماذا؟ في الاحتياط في هذا الجانب. قال: أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، قول وعمل واعتقاد. قال: ومن قال قول وعمل ونية، قال قد ويتناول قول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك.
يعني أردفها وجعلها من ضمن ماذا؟ العمل، من ضمن العمل. إذ القول ينصرف إلى الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فمحتمل فزاد النية. قال: ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة، وأولئك أي أصحاب القول الأول الذين قالوا قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. ولا يمكن أن تصف أمرا من قول أو فعل بأنه مشروع إلا إذا توفر فيه ماذا؟ الإخلاص والاتباع، أي اتباع السنة. قال: وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصدهم الرد، أو مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوا أو جعلوه أي جعلوا الإيمان قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، مضادة لقول من؟ لقول المرجئة. إذن لا مغايرة بين هذه التعبيرات، وكلها تصب على ما سبق ذكره وتقريره مما أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة، فالقول قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل ماذا؟ الجوارح، أو قل إن شئت قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن زدت الثالثة أو تلك من باب الإيضاح لا حرج. وكل هذه الأقوال هي في أقوال أهل السنة وعلماء السلف، ومعانيها كلها واحدة ولم يختلف منها شيء. إذن عبارة الإمام الحميدي هذه أن الإيمان قول وعمل هي موافقة لما عليه السلف. الوجه الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه أيها الإخوة، التي عبر عنها بقوله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة قاطبة، دلت عليه النصوص من الوحيين، والحس كذلك يدل عليه، وقد جاءت نصوص عدة عن سلف الأمة وأئمتها مبينة معرفة بأن الإيمان يزيد وينقص. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يقول لأحد أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. ولا يعني ذلك إلا هذا المعنى، أننا نجلس سوية فنتذاكر أو فنذكر الله جل وعلا فيزداد إيماننا. ومعلوم أن مجالس العلم وحلق العلم والتذكير والمذاكرة من أبرز صفات أهل الإيمان والتقى والصلاح. وهذا القول أي الجلوس ليزداد إيمانا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومأثور عن الثوري وعن الأوزاعي وعن غيرهم من أئمة وسادات الأمة. فهم يجلسون ليتذاكروا سوية الله جل وعلا فيزداد إيمان العبد بذلك. ومن النصوص الواردة عن الأئمة تنصيصا على مسألة الزيادة والنقصان ما جاء في السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: سمعت أبي سئل عن الإرجاء، سئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه، إذا زنى
وشرب الخمر نقص ماذا؟ إيمانه. إذن إتيانه بهذه المعاصي منقص للإيمان، وضد ذلك إتيانه بالطاعات رافع نعم لإيمانه أو يزيد في إيمانه. وأيضا ما جاء في الشريعة للآجري، ما أخرجه الآجري في الشريعة وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث بإسناد صحيح، أن عبد الرزاق الصنعاني قال، الإمام عبد الرزاق الصنعاني قال: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبد الرزاق يقول: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى الخلال أيضا بسند صحيح في السنة عن يحيى ابن معين الإمام يحيى أنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. هذا استنباط دقيق. فإذا ترك شيئا من الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. والمتأمل حقيقة في كتاب الإيمان من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى عيانا تقرير اعتقاد أهل السنة في أبواب الإيمان، وأنه أراد بذلك الرد على المرجئة ونقض مقالاتهم الفاسدة، كما أراد بكتابه التوحيد نقض ما عليه المعتزلة ومن قال بقولهم. فهذا الاعتقاد، أعني أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قلنا منقول عن الأئمة هؤلاء وعليه الإجماع، وقد حكاه الإمام أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي أيضا فيما أدرك عليه أئمة أهل السنة والجماعة في الأمصار في الحجاز والعراق ومصر والشام واليمن، أدركوا علماء أهل السنة قاطبة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. وهذه المسألة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، قد حاد فيها أو عنها بعض أهل الأهواء من أهل القبلة كالمرجئة، فقالوا بماذا؟ بأن لا نقص ولا زيادة، فحادوا بذلك عن الطريق القويم والصراط المستقيم. بل إن كما قلت الحس يدل على نقض هذه المقولة وفسادها، وكفى بها فسادا، أنها مصادمة لنصوص الوحيين وما كان عليه سلف الأمة الصالح من سادات الأمة من الصحابة فالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الإمام الحميدي رحمه الله أراد بهذا التقرير بهذه الجمل المختصرة نعم
أن يقرر وأن يبين لك الحق، وأيضا تقريره للحق متضمن لرد الباطل، تقريره للحق قد تضمن الرد على الباطل، وهي مقولة المرجئة ومن قال بقولهم ولف لفهم فقرر غير هذا، فقرر غير هذا. ولهذا نتجه إلى الوجه الرابع في هذا المقام، وهو أننا نقول خالف أهل السنة والجماعة في هذا التقرير وفي هذا الاعتقاد من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، خالف في هذا جمع من أهل الأهواء، فناقضوا الحق وعارضوه. فمن قائل بأن الإيمان هو المعرفة أو مجرد ما في القلب، وهذا قالت به الجهمية وبعض المرجئة، ومن قائل بأنه يكفي في الإيمان قول اللسان، وهذا مأثور لا يعرف قبل قول الكرامية، وقالت فرقة أيضا بأنه تصديق القلب وقول اللسان والأعمال فيه ليست منه، وهذا قالته مرجئة الفقهاء. والحق أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين تقرير أهل السنة خلاف حقيقي، ليس خلافا لفظيا، بل الخلاف فيه حقيقي وليس لفظيا. فليتنبه لما يترتب على هذه المقالة الفاسدة من كلام وتقريرات باطلة، قد أبانها وأفصح عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم. ولهذا تبايت الناس في ادعاء الإيمان وتحقيقهم له مبايانات عدة، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك. قد أبان مناهج الناس وأوضح الفرق ومقالات الفرق ممن ادعى أنه على منهاج النبوة في باب الإيمان، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا العظيم الذي استصحبناه معنا اليوم أيضا، وهو الفوائد، فيقول رحمه الله، نقرأ كلامه مهم جدا، قال رحمه الله: فصل. الإيمان والاختلاف فيه. وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة، ومعرفة بضده وكراهيته، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإيمان المفصل هذا الذي ساقه وذكره. قال: وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا أي هذا الإقرار بهذا المعنى لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون
عندهم الإيمان مجرد التصديق بأن الله جل وعلا خالق السماوات والأرض وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأتى بكل عظيمة، وهو يعني عندهم يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، أي عندهم. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب، هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. هذه كلمة عظيمة يصح وصفها ونزولها وتنزيلها على كل الفرق والأهواء. قال مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب وما فيه من الأوامر والنواهي، متفقون على مفارقة الكتاب. ومن أعظم مفارقتهم للكتاب مفارقتهم لأهل الكتاب من أهل السنة. قال وآخرون عندهم الإيمان عبارة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو حق، أي الآباء والأسلاف. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، اترك الناس وشأنهم. قال وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه بعمل. قال رحمه الله هذا جمع وأمم قالت بهذه المقولات وهذه الحقائق عندهم في الإيمان. قال رحمه الله كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان يعني حقيقة الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان أصلا، ومنهم من جعل ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، هو شرط فيه لكن له ليس الإيمان بكله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده من كل وجه،
ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه بالكلية. والإيمان الخلاصة، والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، والدعوة إليه بحسب الإمكان. وكماله في الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء لله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق. هذه هي حقيقة الإيمان، وكما قال قائلهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب. الوجه الخامس في قوله رحمه الله، أعني الإمام الحميدي: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، إلى آخره. هذا فيه تقرير لما تقدم بيانه من كلام شيخ الإسلام الذي فسره، وأيضا تنبيه وتركيز على ركني قبول العمل، وهما الإخلاص لله جل وعلا، وتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتعبد لله وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن هذين الشرطين أو هذين الركنين هما ركنان في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، سواء كانت تلك الأمور فرضا أو كانت نفلا، قولية أو عملية ونحو ذلك، فلا ينفك عنها. فالحج ينبغي أن يكون على وفق أن يتحقق فيه هذان الأمران، وكذا الصوم، وكذا الزكاة، وكذا الصلاة، وكذا الجهاد، وكذا العلم وطلبه، وكذا الصدقة، وكذا حب المساكين والتقرب إليهم، وكذلك صلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك. فكل قربة لله جل وعز لا بد فيها من هذين الأمرين حتى يكون العمل مقبولا عند الله جل وعز. وهذا ينبئنا عنه الإمام أيضا ابن القيم رحمه الله بقاعدة عظيمة قالها هنا أيضا في الفوائد. قال رحمه الله: قاعدة، ظاهر الإيمان وباطنه. ظاهر الإيمان وباطنه، الإيمان له ظاهر وباطن، الإيمان له ظاهر وله باطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. هذا الحكم في الظاهر. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، وهذا ليس على إطلاقه عنده، فقيده بقوله: ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، يعني وجد المانع، وجد المانع، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع من القيام به لتلازم الظاهر والباطن،
قال: مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فهو مدخول، فهو مدخول. والحق يقال أيها الإخوة أن السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة فالتابعين فأئمة الدين قد نظروا إلى هذا الأمر بعين التأمل والرضا والتطبيق والتسليم وساروا عليه. فترى أنهم كلما ازدادوا علما ازداد إيمانهم وازداد اجتهادهم في الطاعة لله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام الحسن البصري كما قال كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل، فأساء العمل. أقول: والمتأمل في سير الأئمة والسلف يجد شيئا عجيبا من تأثرهم بما استقر في قلوبهم من الإيمان ومسارعتهم للأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل في علاه بالطاعات والمسارعة إليها. ولهذا قال الإمام الحسن رحمه الله أيضا: كان الرجل يطلب العلم. ولماذا يتعلمون؟ يتعلمون ليرفعوا الجهل عن أنفسهم ويعبدوا الله على بصيرة ويزداد إيمانهم. قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك، أي أثر العلم، فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. اتباع، موافقة للهدي، عمل بما علم، تطبيق لما حل في القلب من إيمان. وكما قال قائلهم: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وهذا أحمد ابن محمد الطليطلي كما في الصلة لابن بشكوال ذكر في ترجمته أن الطليطلي هذا الإمام الطليطلي كانت تقرأ عليه كتب الحديث، فإذا مر القارئ بذكر الجنة والنار بكى. أي الإمام الطليطلي هذا أحمد بن محمد، دل هذا على تأثره وعلى أن لذلك أثر بالغ في إيمانه حتى ما استطاع أن يمسك عبراته فبكى. وهذا الربيع بن خثيم التابعي الجليل جاء في ترجمته أن عبد الله بن مسعود يقول: كان إذا رأى الربيع بن خثيم قال: هذا يذكرني بقول الله: وبشر المخبتين. ولهذا جاء عنهم رحمهم الله النهي الشديد عن أن المرأة إذا تعلم علما لا يعمل به، بل وجعلوا من علامات خذلان المرء أنه لا يطبق ما يتعلم به أما يتعلمه. فهذا الإمام إبراهيم ابن يزيد التيمي كما في ترجمته من السير قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. لأن من الأمور المهمة أن يعظم العبد المؤمن شعيرة الله العظيمة وهي الصلاة، وأن يسارع فيها
وأن يحرص على إتيانها جماعة اقتداء برسول قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول جل وعز واركعوا مع الراكعين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يمكن أن يقال أن قول من قال أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة أن هذا القول أجمع الأقوال وأقربها للفهم؟ نحن بينا المراد ولا نقول هو أجمعها، نقول فيه مزيد إيضاح، وقد أبان شيخ الإسلام فيما نقلناه عنه وجه ذلك فيه ووجه المراد منه، فلا حرج سواء في هذا أو ذاك. ولا يمكن أن نقول أن الأول ناقص، القول الأول ناقص أو الثاني ناقص، إنما هذا فيه مزيد إيضاح ليس إلا، وكلها أقوال سديدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، لماذا لم يقل المؤلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهل الاعتقاد خارج من مسألة الإيمان؟ جزاكم الله خيرا. هذه أيضا يعني السؤال عنها، الجواب عن هذا السؤال مر معنا في الوجه الثاني من شرحنا، أقول مر معنا بيانه في الوجه الثاني من شرحنا لهذا المقام، وبينا أن القول قول الإمام الحميدي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا يعني بالضرورة خروج ماذا؟ لا يفهم منه خروج الاعتقاد، بل هو داخل فيه لمدلول كلمة قول ومدلول كلمة عمل على ما بينه شيخ الإسلام في جوابه الذي سقناه لكم بحرفه. انتهى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.